قل عرفنا أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. يقول فهل تجوز هذه الكلمة وهو أنه قد يتخلف وعيده لأن هناك من هو متوعد بالنار وقد لا يدخلها؟ فرق بين الوعد والوعيد. الله لا يخلف وعده وقد يخلف وعيده رحمة منه وعفوا منه، ففي فرق بين الوعد والوعيد. نعم. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف موعدي. لما لا 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 وإني وإن أوعدته أو وعدته، أوعدته هذا الوعيد، لمنجز إيعادي ومخلف موعدي. نعم. فضيلة الشيخ، في فرق بين الوعد، هذا لا يخلفه الله أبدا، أما الوعيد فقد يعفو الله عن العبد ويغفر له. نعم.